لا علاقة له بأطياف إيديولوجية ولا علاقة له بتيارات سياسية. هذا محفل وطني من أجل الحريات المدنية، وأظن أن عنوان المؤتمر معبر: الحرية لعمر حاذق ورفاقه. عمر حاذق له عبارة تقول: الثورة مستمرة والحديث عن ثورتنا مستمر. ألقي القبض على عمر حاذق لمشاركته في وقفة احتجاجية مطالبة بحقوق خالد سعيد. اتهم عمر حاذق تبعا للمحضر رقم 2936 إداري المنشية، اتهم بتخريب منشآت، واتهم بإتلاف سيارتين من سيارات الشرطة. والذين يعرفون عمر حاذق يعرفون انه حتى من حيث البنية الجسمية لا يستطيع الا ان يركب السيارة بصعوبة، لكنه متهم في المحضر الرسمي بإحراق سيارتي شرطة. اتهم بمقاومة السلطات وتجدير السلم العام. لكن عمر حاذق من هو؟ عمر حاذق هو الشاعر الذي كتب ديوانه فضاءات الحرية، وهو الشاعر الذي كتب ديوانه أصدق شمس الشتاء، هو الشاعر الذي فاز بالجائزة الأولى في الشعر بمهرجان الحب والعدالة والسلام في إيطاليا، هو الشاعر الذي قاوم الفساد في مكتبة الإسكندرية، وقرر نظام مبارك أن يدفع عمر حاذق الثمن لأنه قاوم الفساد المالي والإداري في مكتبة الإسكندرية. وأزعم أن مقالات عمر حاذق ومواقف عمر حاذق كانت المسمار الأخير في نعش إسماعيل سراج الدين في مملكة مكتبة الإسكندرية. عمر حاذق، وهذه هي الدلالة الرمزية الأولى، أول شاعر مصري يعتقل بتهمة التظاهر بعد 3/7. عمر حاذق ليبرالي ونادى بالحريات غير مرة، لكنه طالب دائما باستعادة لحظة ثورة 25 يناير. لم يكن هناك أطياف ولا ألوان إيديولوجية، لكن كان هناك قضيتان تجمعان الجميع: الحريات المدنية والعدالة الاجتماعية. ونحن اليوم عندما نطالب بالحرية لعمر حاذق ورفاقه، نطالب باستعادة قيم 25 يناير التي تستعاد الآن. عمر حاذق يمثل إشارة ودلالة رمزية لمسألة مهمة: أننا نريد وطنا للحريات يتسع للجميع. نحن اليوم نطالب بالحرية لعمر حاذق وبالحرية لكل من غيبوا خلف الأسوار بعد 3/7 على خلفية التظاهر السلمي وما سمي بقانون التظاهر. عمر حاذق هو الذي حصل في محفل عربي كبير على المركز الثاني في مسابقة أمير الشعراء في دبي. عمر حاذق هو الذي كتب عنه هشام صباحي صاحب مدونة كتاب الشعر، كتب على الفيسبوك يقول: سنقوم بمسيرة إلكترونية تضامنا مع عمر حاذق لا تخضع لقانون التظاهر. الدلالة الرمزية الثانية أن عمر حاذق لا ينتمي تنظيميا لأي حركة أو حزب، فهو يمثل قضية وطنية للجميع. القضية الثالثة، وهي دلالة رمزية: لماذا احتجز عمر حاذق وهو في وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوق وبالقصاص لخالد سعيد؟ عمر حاذق رأى اعتداء يحدث على صديق له، ورأى صديقه يسحل ويدفع دفعا داخل عربة الترحيلات، فاقترب عمر حاذق من الضابط المسؤول وسأله: هو عمل ايه واخدينه فين؟ كان هذا السؤال من عمر حاذق سبيلا ومقدمة لدفع عمر حاذق نفسه الى عربة البوكس وترحيله متهما بإتلاف سيارتي شرطة. عمر حاذق هو الذي يفتح عيوننا الآن على قانون التظاهر سيء السمعة. وبالمناسبة عمر حاذق اعتقل واحتجز
بالمخالفة لقانون التظاهر نفسه. يعني نفس قانون التظاهر تم مخالفته في موضوع عمر حاذق، لأنه يشترط احتجاز الأشخاص في مكان تنظيم الوقفة الأساسية، وعمر لم يعتقل ولم يقبض عليه في مكان تنظيم الوقفة الأساسية. أتذكر هنا صديقي الشاعر شاعر الإسكندرية ميسرة صلاح الدين لما بيقول الحركة الأدبية في إسكندرية كلها تقف وراء عمر حاذق، فماذا عن المغمورين؟ ونحن نطرح السؤال الآن، ماذا عن المغمورين؟ عمر حاذق معروف، معروف بقلمه وجهده، فماذا عن المغمورين؟ على أي حال، هذا المؤتمر نجتمع فيه بكل ألوان الطيف الإيديولوجي في مصر لنطالب بهذه اللافتة فوق رؤوسنا: الحرية لعمر حاذق ورفاقه. أستأذنكم في أن نبدأ المداخلة الأولية بكلمة صاحب دار النشر وعد الأستاذ الجميلي أحمد، فليبدأ وليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم في مؤتمر يطالب بحرية لكافة المثقفين. ربما يكون عمر حاذق هو الرمز الذي اتخذنا منه هذا المؤتمر، لكننا بالفعل أمام كارثة كبرى، وهذه الكارثة حدثت منذ عهد مبارك وأسس لها منذ عهد نظام مبارك، وما زالت تتكرر معنا أكثر من مرة مع أكثر من كاتب ومثقف على مستوى العصور الماضية أو السنوات الماضية. ليس عمر حاذق فحسب، كنت منذ قليل أتحدث مع صديقي الدكتور حسام عقل عن قضية الزميل أيضا كرم صابر الذي حكمت عليه المحكمة بعد إصداره لكتاب أين الله بالسجن لمدة 5 سنوات. كارثة كبرى أن كاتب تحكم عليه المكتبة لمجرد المحكمة لمجرد إصدار كتاب يحمل عنوان أين الله بالسجن لمدة 5 سنوات. طيب، إذن كيف تحكم المحاكم في مصر عندنا على القتلة والذين قاموا بنهب وسرقة أموال المصريين؟ نحن حتى الآن لم نرى حكما صارما على أي سياسي سرق أو قتل، حتى من بعد ثورة 25 من يناير التي راح ضحيتها أكثر من يعني 1000 أو 2000 من المصريين الذين نرى أنهم براء تماما من أن يكون ثمن حريتهم هو إنهاء حياتهم. حرية عمر حاذق هي جزء من حريتي أنا الشخصية، هي جزء من حرية أي مثقف مصري يعيش الآن على أرض هذا الوطن. ربما يكون اليوم عمر حاذق بين الجدران، ربما أكون أنا أو غيري من المثقفين بعد غد هو الذي خلف الجدران. أنا لا أطالب أكثر من أن يفعل باب الحريات في دستور 2014، باب الحريات الذي نص على بند كامل يقول فيه أن حرية الفكر وحرية الكتابة مكفولة للجميع. أين هذا الباب؟ وأين باب الحريات من ما يفعل الآن تجاه المثقفين وتجاه الكتاب؟ المثقفين في مصر الآن يتهمون بالكفر ويتهمون بالزندقة ويتهمون بالتيارات السياسية. الغريب جدا أنني إن خرجت برأي شاذ عن منحى السياسة، وهذا المنحى للأسف الشديد اتبع منذ سياسات جميع الحكام الذي مروا بمصر، إذا اختلفت معهم في شيء واحد تتهم بأشياء كثيرة جدا جدا جدا. ربما يتهم البعض بأنه هذا ليس تابع لثورة 30 يوليو. أنا أؤكد على أن معظمنا كان مؤيد تماما لثورة 30 يوليو، لكن اختلافنا الآن هو ما يحدث على أرض الواقع تجاه المثقفين وتجاه الكتاب بعد ثورة 30 يوليو. بعد ثورة 30 يوليو وبعد إقرار دستور 2014 الذي أقر
من الشعب المصري وأقر فيه باب الحريات، لا نريد غير تفعيل هذا الباب. عندما كنت أشارك في الندوات أو المؤتمرات عن الدستور 2014 قبل إقراره، كنت أطالب الناس بشيء واحد، وهو بعدما تقول رأيك في هذا الدستور، وإن كان رأيك بنعم وأنا كان رأيي بنعم، علينا المطالبة فيما هو قادم بتفعيل هذا الدستور. نحن الآن تجاه كارثة كبيرة تصيب الشعب المصري بأكمله، ليس المثقفين فحسب، أننا أقرنا دستور 2014 ولم يفعل أي شيء منه حتى الآن. كارثة أخرى أن ما يحدث مع عمر حازق يحدث مع كثير من المثقفين على أشكال أخرى. منذ يومين تقريبا منع الزميل سعيد شحاتة من دخوله إلى مهرجان الربيع بالمجلس الأعلى للثقافة. طيب ماذا هي كانت تهمة سعيد شحاتة؟ تهمته أنه كان يقف ضد فساد وزارة الثقافة ووزير الثقافة. هذه التهمة التي منع بها سعيد شحاتة من دخوله لمهرجان شعر، كان من المقرر أن يكون أحد المشاركين كشاعر في هذا المؤتمر. أيضا قضية الزميل كرم صابر التي ذكرتها إليكم. وأيضا تعلمون جميعا كوسائل إعلام وكمثقفين ما تم مع المطرب محمد محسن. أظن أن محمد محسن حتى الآن منعه وخروجه من دار الأوبرا المصرية بهذا الشكل الغير إنساني تماما لا يعلمه أحد حتى الآن. ما هي المبررات التي منع بها محمد محسن؟ حتى تصريح وزير الثقافة، التصريح الذي كان غير مقنع لكل الناس، هو وبصفتي وزيرا للثقافة، كيف لوزير ثقافة يقول أنني لا أعلم بالأسباب الأمنية التي منع بها محمد محسن من دخوله المهرجان؟ نحن أمام كارثة كبيرة بالفعل. لا أحب أن أطيل عليكم، ولكن أحب أن أؤكد مرة أخرى على أن هذا المهرجان هو مهرجان تضامني مع كل المثقفين الذين تكبت حريتهم، واتخذنا من عمر حازق رمزا لهؤلاء المثقفين، لأنه هو القضية التي تم إثارتها إعلاميا. ونحب أن نؤكد أن حرية عمر حازق هي من حريتنا نحن جميعا. شكرا لكم وشكرا للدكتور حسام. وأحب قبل أن أنهي كلمتي أن أرحب فيما بيننا بشاعر العامية الكبير وشاعر فن الواو الأستاذ عبد الستار سليم، والذي سوف نستمع إلى كلمته في من خلال التقديم الذي سوف يقوم به الزميل الدكتور حسام عبد. نحن بدورنا نتوجه بشكر خالص للصديق والمثقف والشاعر الأستاذ الجميلي أحمد على هذه المداخلة الأولية. ننتقل بعدها إلى كلمة الصديق الأستاذ أحمد عبد الجواد وكيل مؤسسي الحزب، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ربما يكون حديثي يختلف تماما عن المناسبة، لكنه وثيق الصلة بها، ربما لأنني يعني سياسي أو وكيل مؤسسي حزب فيغلب على حديثي الجانب السياسي، لكن الرابط المشترك أنني إعلامي وصحفي، فمسألة الضمير والكلمة أكيد أنا أعاني منها، وكما غيري كثيرا نضل من أجل حرية الكلمة. بداية اللي لازم أقوله واللي لازم يتقال ويتعرف أننا في البديل الحضاري هذا الحزب الوليد نتحدث دائما عن القيم الحرية نفسها، القيم نتحدث عن قيم الحرية، قيم العدالة، قيم التعبير عن الرأي. لا يمكن لأي مجتمع من المجتمعات التي تبتغي النهوض وتبتغي الديمقراطية وتبتغي الحرية أن يكون قلم الشاعر وقلم الصحفي وصوت الشاعر وصوت الصحفي هو الهدف أو في مرمى نيران أو مرمى الاعتقالات لكتم هذه الأصوات. لأننا في هذا الحزب نؤمن تماما أن الشعراء والمبدعين والمثقفين هم جزء من ضمير الأمة المصرية، وبدون هؤلاء أو هذه الأصوات لا يمكن لأمة تبتغي الرقي والنهوض أن يكون معاملة الشعراء بهذا الأمر.
دلالة عمر حازق كما تفضل صديقنا الجميلي وصديقنا العزيز وأستاذي وحبيبي رئيس المكتب السياسي الدكتور حسام باعتبره أحد الأقطاب المثقفين يعني في الكوكبة ده، أنه عمر حازق لي أنا شخصيا كدلالة مهمة جدا باعتباري يعني من الذين من صور الميدان قبل وبعد. عمر حازق من مدينة الإسكندرية، هذه المدينة التي تأبى دائما إلا أن تقدم للمجتمع المصري والثورة المصرية في 25 يناير زهراتها وفلذات أكبادها ليكونوا قدوة ونبراسا للساسة والشعراء. فبعد أن كان خالد سعيد يعني أحد أهم أيقونات التي دفعت الشعب المصري إلى الثورة على نظام مبارك، نجد الآن أن ما يحدث لعمر حازق تحديدا وهو صوت معبر، صوت رقيق، نال من الجوائز التقديرية من العالمية والعربية ما يمكن أن يفاخر بها شاب في مقتبل عمره، لكن أن يجد المقابل من الدولة التي يذوب عشقا فيها ووضع يعني حبها ونهضتها هي أولى حياته، أن يكون الثمن هو أن يلقى خلف القضبان مغيب، يلقى يمنع من الكلمة، يمنع من التنفس، لأن التنفس لا يتنفس الهواء فقط وإنما تنفس الحرية وتنفس الكلمة. عمر حازق تربى على شط الإسكندرية، وأنا كسويسي بنحاز قوي لفكرة البحر، لأنه فعلا دي حاجة مش مجاملة، أن يعني معظم البلاد الساحلية تجد أن معظم مواطنيها يمتازون بالحرارة والثورة والثورية، فمدينة الإسكندرية نقدم لها التحية ممثلة في عمر حازق، لأن هذه المدينة دائما كانت من ضمير الثورة. الجزء الأخير أنه هذا المؤتمر في مجمله التضامن مع عمر حازق ورفاقه، لكن بالأساس هي التضامن مع كل من صار في 25 يناير، لأننا ننتمي في هذا الحزب إلى قيم وأهداف ثورة 25 يناير التي نادت بالحرية. الشعار الأول لم يكن عيش، أنا كصور كنا نقول تغيير، حرية عدالة اجتماعية، تغيير، كنا نقول تغيير قبل العيش، لأنه التغيير كان هو الهدف، ثم الحرية، الحرية التي نراها أهدرت تماما في الفترة الأخيرة، والتي أصبحت يعني هي والشيطان أمام البعض، سواء هم يخافون من الحرية، لكننا في هذا الحزب وأقسمنا بالله ونجدد القسم أننا سنتضامن مع أي معتقل أيا كان لونه أو كان فصيله طالما كان يعبر عن حرية هذا الوطن وينتمي لقيم 25 يناير. الحرية لا تتجزأ، نحن نطالب بالحرية لكل معتقلي الرأي، نحن نطالب بالحرية لكل مواطن مصري، نحن نتحدث عن مجتمع نرى ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفق مصر لأن تكون مجتمع للحريات. لا يعني نشعر بالسعادة أبدا عندما نكون في هذا الوقت من القرن 21 كما يقال، ولمجرد شاعر نزل ليعلن تضامنه مع أحد الذين عذبوا وقتلوا من أجل قيام 25 يناير أن يكون مصيره القبض. الثورة يا سادة كما قال زميلنا عمر حازق مستمرة، شاء من شاء، أبى من أبى. الثورة لا ترتبط بفصيل، لا ترتبط بشخص، لا ترتبط بوقت، الثورة هي ضمير معبر عن المجتمع المصري. عمر حازق أحد أبناء ثورة 25 يناير، ولذلك نحن نعلن تضامننا الكامل ويعني استمرارنا ومشاركتنا في كل فاعلية تطالب بالحريات لأي فرد مصري يحمل الهوية المصرية، لأننا نرى جميعا أن المصريين على قدم واحدة وعلى يعني نفس الدرجة ونفس الأهمية. أنا أعذروني تحدثت بشكل سياسي شوية لأنه لا أستطيع الحديث في مجال الشعر والثقافة في وجود هذه الكوكبة، الدكتور حسام، أستاذنا الستار، دكتور خالد، أستاذنا الجميلي، أستاذ بكري، طبعا يعني أنا أقل واحد فيهم في هذا الأمر، لكن أنا أعبر عما يجيش في صدري كرجل سياسي. في النهاية أنتمي إلى الثورة المصرية، وعمر حازق من أحد أهم رموز الثورة المصرية، لكن ربما لا يكون الإعلام قد سلط عليه من قبل. الإعلام دائما يهتم بالأسماء الرنانة لكن لا يهتم بالأسماء الفاعلة والأشخاص الفاعلين الذين قدموا أرواحهم وحريتهم ثمنا لحرية هذا الوطن. مرة أخرى الحرية لعمر حازق ورفاقه. وأنا برضو بالتسميح منكم العذر أنه يعني سأنصرف لأنه مرتبط بسفر خارج البلاد، فطبعا الأستاذ الدكتور حسام هو أخي وصديقي العزيز، وأعتقد أنه وجود بحزب البديل الحضاري تحت التأسيس. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن السعادة هي من نتاج العقل والبصيرة إذا أحسن استغلالها، كما أن الشقاء والضلالة هي من لواحق انطفاء نور البصيرة
والركون إلى التقليد. ولما كانت الحرية كقيمة ضرورية لازدهار الفكر وسمو الوجدان على المستوى الشخصي والمجتمعي، لذا كانت على رأس أهداف ثورة 25 يناير المجيدة ضد الدولة القمعية البوليسية الممتدة على مدار 60 عاما، والتي لا تزال تطل علينا بأشكال مختلفة حتى الآن. ولا يكره المستبد شيئا قدر ما يكره صولة الفكر وأنوار العقل وامتداده. واليوم يتجسد نور العقل وعشق الحرية مع الروائي والشاعر المتميز الأستاذ عمر حاذق، المعتقل على خلفية تظاهره لأجل القصاص من قتلة خالد سعيد. وها هي روحه الأبية الحرة يصل إلينا أنوارها العاطرة وراء أسوار المعتقلات إلى سماء العزة والكرامة. هذا الشاب الأديب عزيز الأمل، نعم، من الناس من يعيشون في محنة وطنهم، يتألمون لها ولا يركنون إلى زيغ المداهنة والملاينة، في الوقت الذي نرى الكثير من الناس يحيون بطولة الفتنة والنزوة راكنين إلى الدعة والمنفعة. ومع شدة المعاناة نجد هذا الروائي والشاعر لا يحرم نفسه من جمال الطبيعة ولذة الأنس بخلائقها اللطيفة. نجده وثاب الأمل تأبى عليه حميته مطاوعة التيار الطاغي. نجده حاضرا دائما يعرب عن خالص رأيه مهما كانت كلفته. وهذا هو دور الوطنية في اللحظات العصيبة تجاه أمة جريحة. ورحم الله القائل: هما سبيلان، من يبغي السلامة لا يأسف على الحق أو يحلم برؤياه، ومن بغى الحق في الدنيا فلا أسف على السلامة إن خانته دنياه. قد يهجر الأمن من ذلوا ومن وهنوا، وما تفرق قط الهول والجاه. فاختر لنفسك إما المجد في خطر أو الهوان وقد تشقى ببلواه. وشكرا. ونحن بدورنا نتوجه بشكر خالص للأستاذ بكري سلطان رئيس اللجنة الثقافية بحزب البديل الحضاري، مع كلمة رائد فن الواو أحد رموز الأدب الشعبي في مصر الأستاذ عبد الستار سليم. يا مصر انت اتبدلتي، وفي يوم ما آن الأوان أنا مت وانت اتولدتي، وده كان بداية الزمان. في البداية أنا بشكر دار وعد اللي نظمت هذه الجلسة، وأشكر الدكتور حسام والأساتذة، وأشكركم كلكم على اهتمامكم بموضوع عمر حاذق، لأن موضوع عمر حاذق هو موضوع كل الناس في مصر. منين أجيب ناس لمعنات الكلام يتلوه للجلسة والسامر؟ ومنين أجيب قول يرجع لي اللي قبلي قالوه عن ليل بني عامر؟ معلهش لو كنت هتكلم بصوت مبحوح، موالي نايٌ جرح أصل الوطن مجروح. جرح الوطن ليس هو القبض على عمر حاذق، إنما مصادرة الحرية هو قتل للكلمة أولا، وقتل الكلمة هو قتل للوطن، لأن وضع عمر حاذق خلف الأسوار هو وضع مصر نفسها خلف الأسوار. لأن مصر ما هي إلا الناس المبدعين، يعني ما فيش التاريخ عمره ما سجل اسم نيرون، واحد نيروني النزعة، لكنه سجل أسماء الشعراء والمبدعين، لأنه الشعر والرواية والقصة والمسرح دول هم قاطرة التثقيف في البلد. يعني الحاكم قد يكون مش واخد باله، أنا بنبهه، القصة بتنبهه، الشعر بينبهه، الرواية بتنبهه، المسرح بينبهه. عمر حاذق هذا المناضل الشريف الذي يعني حمل
على كتفه مبدأ الحرية ومبدأ الثورة ضد الحرية، ضد الاستعباد، وهو الذي يعني كان أحد البارزين في 25 يناير، وهو الذي كان أحد البارزين في الدفاع عن كل الناس اللي جنت عليهم الظروف القاسية الأمنية. هذا الرجل إحنا كلنا عمر حاذق، وكلنا وراء عمر حاذق، وكلنا يعني بنحيي فكر عمر حاذق، لأن القضية ليست قضية أشخاص ولكن قضية أفكار. يعني مصر لا تتغير إلا إذا تغير الفكر والعقل لأولئك القائمين على الأمور. يعني الثورة لا تتم إلا إذا تمكنت من تغيير الفكر وجعلته ينظر إلى مصر أولاً وليس إلى الأشخاص، لأنه مصر هي الخالدة والأشخاص هم الزائلون. شكراً لحضراتكم وشكراً مرتين يا جدر وعد. ونحن بدورنا نتوجه بشكر خالص لرائد فن الواو في مصر الأديب والشاعر الكبير الأستاذ عبد الستار سليم. عمر حاذق وهو في سجنه كتب رواية بعنوان لا أحب هذه المدينة، كتبها داخل السجن. عشان كده كان من مطالب عمر حاذق طلب من الأسرة عندما قامت بزيارته في سجنه، لا طلب زاد ولا مؤن ولا ملابس ولا أغطية، طلب شيئا واحدا، أباجورة صغيرة حتى يستطيع أن يكتب ليلة. ده كل اللي طلبه عمر حاذق، وكتب في سجنه رواية بعنوان لا أحب هذه المدينة. تعقيب نقدي على الرواية مع الصديق الناشط والناقد الدكتور خالد البوهي. تفضل. هي الرواية نشرت فضل. الحقيقة عمر حاذق عندما كتب لا أحب هذه المدينة رواية فنيا عالية جدا لها محاور متعددة، يتحدث عن الثورة، يتحدث ماذا لو فشلت الثورات، ماذا يحدث، الثائر القديم مات في ثورة ضد الرومان. الرواية تتحدث عن الفترة الرومانية في مصر، مات مع غيره من الثائرين، لم يعد منهم أحد. فماذا عن الباقين؟ ماذا عن المنبطحين؟ هذا ما يصوره لنا باستخدام أقنعة عديدة. يصور الأم أو الوطن بالتي تخضع للمغتصب، تخضع خضوعا كاملا، خضوعا جنسيا، خضوعا أدبيا، خضوعا تتمنى فيه أن يكون ابنها واحد من الرومان أو يجري في عروقه الدم الروماني. قناع الرضا، ماذا عن الباقين؟ ماذا عن الباقين؟ الباقون انبطحوا. ماذا عن الثوار السابقين؟ صديق أبيه تنحى جانبا، فهل تركه الظلم؟ صرعه الظلم، لم ينفعه السكوت. ماذا عن حبيبته؟ ماذا عن باقي الجموع اليائسة المحبطة التي تنتظر ملكوت الرب في الديانة المسيحية الجديدة في ذلك الوقت، فهي قد انتهت دنياها ولا ترغب إلا في آخرتها. الأم قناع الوطن تغرق، تموت في الترع وهم يتساقطون واحدا تلو الآخر. ماذا عن تزييف الوعي؟
المسيحيون في ذلك الوقت يعدمون. هم يعدمون لأنهم ينتمون إلى أيديولوجية مختلفة عن أيديولوجية المغتصب، ولكنهم جميعا في حقيقة الأمر يعدمون، ويقال للرأي العام إنهم قتلة، إنهم سارقون، أو إنهم بلطجية، إنهم إرهابيون، إنهم قل ما شئت. ماذا عن الشعب؟ الشعب يتمسح فيما لم يقل الدولة العميقة المغتصب. كل واحد فيهم يتمنى أن يحظى بعلاقة مصاهرة مثلا مع أحد أقرباء المغتصب ونحو ذلك. ماذا عن المتلقي؟ إنه هنا يجسم هذه المصائب التي تتلخص في سقوط الثورة، يجسم كل هذه المصائب، وعليكم أن تختاروا إما طريق الانبطاح وإما طريق الخلود، حتى لو كان هذا الخلود هو ملكوت الرب. لن أطيل عليكم، فنكتفي بهذا القدر، ولكن في الختام نقول إن المبدع لا يسجن، المبدع دائما خلف الأسوار هو حر، المبدع دائما هو وقود الثورة، المبدع دائما هو نبراس للشعوب، هو ضمير ووجدان الأمم، المبدع الحقيقي والمثقف الحقيقي. شكرا لكم، والحرية لعمر حاذق. ونحن بدورنا نتوجه بشكر عميق للدكتور خالد البوهي مع كلمة الأستاذ عمرو عبد المنعم كممثل لمؤسسة الدفاع عن المظلومين المنبثقة عن لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، ومهتم بالشأن العام في بعض المسائل التي تخص المحنة. هناك جوانب أخرى للمحنة دائما قد لا نراها. الحرية والإبداع دائما يولد من المحن، والمحنة تعبر أحيانا كثيرة وتخلق حالة من الإبداع، فالإبداع وليد المحن. قد قرأنا عن مبدعين في العصر الأندلسي فكتبوا شعرا كثيرا ومثلوه بجانب الحرية. للكاتبة الصحفية صفيناس كاظم كتاب عن السجن والحرية. عندما ننظر في محنة المناضل الكبير محمد مصطفى كامل، كتبت ابنته كتابا عن رسائل مصطفى كامل في السجن، رسائل السجن والحرية ما بينها وما بين والدها في ديوان وطنيتي 1909. كذلك ابنة تحبس 3 سنوات، وكتبت ابنته رسائل ما بينها وبين أبيها من أروع ما يمكن في الجانب الإنساني. كذلك إنديرا غاندي وأبيها غاندي نقلت أيضا للمتلقي والمبدعين والمثقفين رسائلها لأبيها. هناك جانب آخر دائما للمحنة، وهو حالة الإبداع التي يخرج بها المبدع ويخرج بها الشاعر، وهذه من محاسن الشاعر أو الأديب عمر حاذق في روايته لا أحب هذه المدينة. نتضامن لجنة التوثيق بمؤسسة الدفاع عن المظلومين، وبتنقل يعني مطالباتها بالإفراج عنه بشكل فوري، ونقل الرواية وطبعها والتعامل معها بشكل أو بآخر كنموذج من إبداعات السجون المصرية ما بعد 30 يونيو. أشكركم.